بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الكسوف. بلى. الحمد لله الذي جعل سنة نبيه قرينة كتابه المبين، وجعلها للأمة خير منبع ومعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الكسوف، باب ما يؤمر به عند الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. كسفت أحسن الله إليكم. كسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وفي رواية: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. كتاب الكسوف يعني خور جيران، خسوف مانگ جیران، هنده جار لبری یه چیز بکار دن. باشه که خور جیرا چی بکرد، سند وای چرو چی بکرد مسلمان با چی حال سه. فرمی مغیرا رضای خوایلی به فرمی لسردمی پیامبری خوایلی صلی الله و السلام خور جیرا. لو رجدا که ابراهیم کری پیامبری خوایلی صلی الله و السلام وفاتی کرد. خالچی بلاین او سیر بو، اتیان خور جیرا بهوی مردنی ابراهیمی کری پیغمبر علیه الصلاة والسلام. ام تصورا، ام عقیده یا لانو خالق دوایا کری کسی چی مزن، شتی چی بسر به، دلاین او تا دنیا تک دچه، وضع تک دچه، بلام آیا راست ام موضوع نخیر؟ پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هات جواب فرمی خور و مانگ ناجیرن بۆ مردنی هیچ کەسێک و بۆ لەدایکبوونی هیچ کەسێک. لەبری ئەوەی ئاوا بیرکەنەوە ئەو جۆرە قسانە بکەن، نە، ئێوە کە ئەوەتان بینی فەسەلوا وەدعوا الله، نوێش بکەن و لە خوا بپاڕێنەوە، بەوە خەریک بن کەواتە ئیفعل کەذا ولا تەفعل کەذا، ئەوەی کە سنەتە بیکەی ئەسەڵاة والدعاء، ئەوەی کە غەڵەتە و نابێ بیکەی ئیعتیقاد ئەن الشمس كسفت لموت إبراهيم أو لموت زيد وعمر. رواية كيتر دا فرمي في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي خورو مانك دو آية لآيات إخوة، دليل نشانا لسر عظمة وحدانية إخوة. شون آية لآيات إخوة بيكو مان انتو آوا سر هل دبري تماشا داكي باشا أم خورة شون لبوشاي آسمان وستاو، شون وستاو مانك، شون وستاو لبوشاي آسمان، انجا چون در واو در جولیت چه هزی که هشتوی تیو لآسمان، چه هزی که در جولینه، چه هزی که باو دقتا باو پابند بونه با مواعیده لسر موعیدی خوی لسکی خوی و فلکی خوی در واد. اما دلیل لسر عظمتی خوای پروردگار اجینات جمادیک بی جیانک نتوانه او بکات. انجا او طاقا گرمی و روناچی که خور دیداد اما لشوی وهات، اما چیه بنزین بید به تواو به نود بید به تواو به تا استا، هر چی بید دبواه تواو به تا استا، که چی بر دوام لور روز و خواجه و رخور و منجی درس کردو، خور هم گرمی داده تو هم روناچیج داده، ببی اوی روناچی و گرمی کشی کم کاتوا. بله آیاتانی من آیات الله حقیقتا دو نشانی جورن لسر عظمت و وحدانیت خوای پروردگار. بله فرمی فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. كبينيتان إيوا دعابكن ونويشكن تاوكو دردك بيتوا خرجي لانكا نامينه كواتا سنة دوايا تشيبكين كأومان بيني نفزعوا إلى الصلاة تشين بو نويش بو مزقوت نويش كمان نويش بكين واروها دعابكين تاكي بردوان بين نويش كمان تاوكو خرجي لانكا تواو دبي وسنة أي أجر كرتريش بيكي هر دروستا إن شاء الله. ملك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة،
فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. أبو موسى رضي الله عنه فرمى خور لسردمي في عمر خوادا جيرة عليه الصلاة والسلام دي قدنا كلمة كسوف بكار هذا مجالان يعني خسوف بوشمس خسوف أي لحديثي بيشو كسوف كواتاوكو أتمان لبري يكتر بكار دين هم خسوف وهم كسوف بو خورج بكار دي وبو منجج بكار دي في عمر خوادا عليه الصلاة والسلام كأوي بيني بترسي كوا لترسي أوي كروجي قيامت بي هات تاج هات ناو مزجود صلاة والسلام خواي جوريل السر به دسي كير بنويش كردن بنويجي شيء دريج زور وستانا كي دريج بقرآن إخوان شو ركوع هر زور دريج سوز دكي هر زور دريج تفرم قتلا بيني وبمشي وازبه إن جا فرمي صلاة والسلام خواي جوريل السر به أو نشان أنا كخواي جورا دينيره بهوي مردين بيندي بمردين وجياني كسو النية بل كو يخوف الله به ما عباده خواي پروردگار عبدكاني پيدا ترسينيت يعني ايو بزانن رب العالمين بتواني خوريك دروسكا او خوروالي بكا تاريشيكا وروناشيكا توا كواتا جياني منوتوش دتواني تاريكا وروناشيكا توا دتواني منوتوش وامان لبكا جيان من لطالكا دتواني جيان من بوروناكا توا دتواني بمان خاطة باش دتواني بمان خاطة جهنموا دتواني لجيان دابمان هلا دتواني بمان مريني اما نهمو الى الصلاة وعظمتي خواي پروردگار دايا بيوشتا إنسان حسابي بوبكاتو تقوى إخوابكات تشيب كينك أومان بيني فافزعوا إلى ذكر الله يكسر برون دسكن بيادي خواي بردقار ببلا ودعاء بارانا ولي استغفار داولي خوشبون لخواي بردقار يعني إذا كومالي حكم ما نورقل للموضوع كومالي حكم دو آيات لآيات إخوة في ونديان بمردنو جياني كسوانيا وخواي قورا عبدكاني خواي بيدا ترسيني و انسان چتا مزگود بو نوش کردن نوژه کی دریش بیت وستانی شو رکوع شو سجود شی زوری ته بخوینه کی کوتای پی بینه کا انجلا کا خورجیدان و مانگ جیدان کا کوتای هات و چیتر بکری یادی خوا بکری چیتر بکری دعا و چیتر استغفار بکری امانه همو لم حدیثانه داور ما گربزان چیتر ما ولا احکام بل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. أما حكمي شي تازة يعني تازة سبارت بواني باس ما كرت فائدة شي تر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمري كردو باع عتاقة يعني عبد آزاد كردن لتشكاتك دا لكاتي خور جيران يا مان جيران دا كواتتو خير كصدقة بك صدقة كردن وخير كردنيش آزاد کردنی بندو کویلش او یی چکلش ته باشکان کلو کاته ده بکری بو چونکه صدقه او خیر کردن انسان ده پارزه له بلاو مصیبات مل. ومن حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. كبروا كامتا بيني دعاب كانوا كبروا الله اكبر كانما حكمي تشي تازا وفائده تشي تازا وصلوا وتصدقوا تصدقوا جثمان لقال عتاقك يك يعني خير كردون وصدقة كردين بله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما ينادى به لصلاة كسوف الشمس وكيفيتها. يعني شون بانجي خلق ذكره بو نواجي خور جيران يا مانج جيران وشونيتي أو نواجت شونة. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. عبد الله كري عمر دفرمي كاتك خور جيرا لسدين في عمر عليه الصلاة والسلام بان كرا يعني لمزقوت بلندقو مؤذنوتي إن الصلاة جامعة إن الصلاة جامعة يعني نك حي على الصلاة وحي على الفلاح بلكو لجات حي على الصلاة الصلاة جامعة إن الصلاة جامعة
نجد فرمي فركع النبي عليه الصلاة والسلام دي قد دين برا كان هندي جار اختصار هي كرت كرنوا هي لا جيرانه وحديثه كان فرمي فركع النبي يعني شو ركع النبي يكسر في عمر عليه الصلاة والسلام هات مزقوت ركوعي برد نا يعني نواجه كربلام يعني يجلب انتباهك إلى شيء مهم وهو غريب بالنسبة لنا جلب انتباه ما عندك أسرج ما رادك شيء جبوشتي شيء سير نواجهك وديارك هاتوا الله أكبر يكردو دسي كرب نواجه تفرمي ركع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين في سجدة يعني في ركعة في سجدة ما بس في ركعة يعني لهالركعتك ده پیغمبر اخو علی صاحب دور کو عید برد لهرکعت یک دا دور کو عید برد نویجی کسوف و خسوف دور رکعتا بلام لهرکعت یک دا دور دار دچی ترکوعا نویج دا بس قران تخوین چوی ترکوعا الله اکبر کر چوی ترکوعا دمینی تو تیدا سمع الله لمن حمده هل دستی تو دسان فاتحه د خوینی قران د خوینی تو انجا دچی تو رکوعا دمینی تو انجا سمع الله لمن حمده انجا دچی تو سجدا أما ركعتك كواتل ركعتك ده كان ركوعي تداية دور ركوعي تداية ما بس لأوية ثم قام فركع ركعتين في سجدة أي في ركعة ثم جلس ثم جلي عن الشمس إن جا دان جبو تحياته كاتك السلام دايوا طواو خور جيرانك إن ما أبو فرموي عائشة ذا فرمي قط سجودي أو أنت دريج من بردوا أو أنت زور لسجود نما ومتوا وكل نويجي كسوف الشمس ده ماينوا بلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في رواية وفي رواية قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وفي رواية عنها قالت جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات قال الزهري قلت لعروة ما صنع أخوك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة قال أجل إنه أخطأ السنة حديثي بيشوتر وثمان بمختصري جرد رايوة حديثي عبد الله كري عمر حديثي عائشة بتفصيل بو من باسي چونيتي نويجي كسوف دكات دفرمي لسردين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كخور جيرا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هلسا دسي كربنوش كردن بو خلق أطال القيام زور لا وستان كيما يوا قرآني زور خوين دعائك شو ركوع أطال الركوع زور لا ركوع ما يوا إن جاء هل صايوا
لسان زور مايو بلام كمتر لا معنوية كم أما فائدك دعاية شو ركوع زور مايو لركوع بلام أم ركوعي دوامي لركوعي كم كرتر بو دعاية شو سجدة طبعا سمع الله من حمدي كردو شو سجدة سجدة كي دريج بو أما ركعتي جي توابو ركعتي كم توابو طبعا دو سجدة دعاية هل صالة ركعتي دوميش همانش تي كردوا انجا كلا سلامي دايوا خورجيران نمابو فخطب الناس أما فائديش تر كواتا لصلاة الكسوف وخسوف إجدا خطبة هيا وتار هيا هل وكتون لكويش هبو لإستسقاه هبو ليرش هيا فخطب الناس بلام خطبة كتشية خطبة يشي كرد بي خطبة يشي تخويف بي ترغيب وترهيب بي نك خطبة يشي سياسي بي خطبة يشي سياسي يالله خلق هان دينو بهوي أو نا خطبة يشي تخويف بي فرمي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته أو من باسكر فإذا رأيتم ذلك ففزع فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا باس منكر إن جاء فرموي دي قدني أما وتاركي تشيتي دا فرمو فرمو يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام اشتيك بزانن هيش كسيغنيه غيري بقدر رب العالمين توربوني بقدر رب العالمين ب كاتك عبدي تشي زيناب كا جاريك افرتي زيناب كا يعني شلون هيش كسي غيري بقدر خواي غورنيه توربوني بقدر خواي پرودگارنيه تو اگر كركات ياك چكات زيناب كات چنك تور دبيت زور دي توربوني پروردگار زياترا كاتا وريابن اگر لم فاحشه لم توانا گور نزیک بنوا اما خوای گور تو رده به ک خوای پرودگارش تو ربو لا يعذب عذابه احد هیچ کس عذابی او کو عذاب اخوانا ده انجا فرمی ای امتی محمد علیه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا او ک من دی زانم ای او بی زانن او کم پی دکنین زور دگریان چکو پیغمبر اخو علیه الصلاه والسلام ل ایم زیاتر عظمته قوري ده صلاة إخوائي قوري ناسي وزانيويتي بوي أولا إيما زياتر لأخوة ده ترسا ولرواياتك ده فايدي چتريته ده أويش چيا ده فرمي فخرج إلى المسجد كواتا صلاة خسوف وكسوف لمصلانية لچويا لمزقوتا فايدي چتر فصف الناس وراءه أو نوجب چي دكري بجماعة دكري نكهر كسا خوي أو نعجبك بهر حال أويتر باس ما انكردوه فرمي فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات شوار ركوع وشوار سجود طبعا لتن ركعة دا لدو ركعة دا فايدي اشتر لرواية أخير دا فرمي جهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف بالقراءة في غمر عليه الصلاة والسلام بدنك قرآني دخوين كواتا بار روجيش بيت لا نواجه كسوف وخسوف داش روش جيران وخور جيران نواجهك بدنك قرآنك بدنك دخوين دره بله آخر فائدة زهري ده فرميه چي استاذ زاني من دو ركعتا بلام چوار ركوعي تدايا عبد الله كوري زبير سالي چان كصلاة كسوفي كربو خلق تنها دو ركعتك دا هر ركعتا يق ركوعي برت يا عبد الله كوري زبير صحابية وكوري صحابية كسيتي كم نية باش ابو ايكرت زهري ده فرمي بعروه موت عروه روي كوري زبير براي عبد الله وتم اي عروه باشا اي عبد الله برات بوشي تنها دور ركعتي كرت دور ركوعي بر لدور ركعتك كذا وكن يجب اني كردي لما دينا قال اجل انه اخطا السنه هلايك برا كم هلايك الله اكبر الله اكبر صحابيك صحابي كري صحابي أميرك في أي شيء قبله وبرز في بوتري غلطيك أخطأ غلطيك أما شيء ما نفير ذكاء أو ما نفير ذكاء براكم كل بني آدم خطاء ولا نقلد أحدا في خطأه لا تقليدي كزناكين هلايك باق قورترين عالم به يا عبد الله كري زبير يشكل علماء يشكل في أو برز كاني صحابة لقال وش ذكاء هلايك دوا هرخ براكي خوي بيطلع إنه أخطأ السنة هلايك لا سند لايدا سند نبوي او كردي نكاك ناكري چون وادليتو دبيت عذري بو بينيتو يخوي مقصي بينالين جني بينالين بس لين امي شي غلط بو امي شي غلط بو
آية عبد الله كري زبير صحابية بلا بارستيرا يا شيخ فلان يا عالم فلان يا ما مصطفى فلان طبعا هو صحابية بلا بارستيرا كبو بوتري أخطأ السنة أمرك لما سليك دابلين أبو حنيفة أخطأ السنة في مسألة الشافعي أخطأ السنة في مسألة مالك أخطأ السنة في مسألة الباني أخطأ السنة في مسألة ربيع بن هادي أخطأ السنة في مسألة طبيعية وريقنا بلاكم ناقي يكسر موي قشته موي راس بيتو وربيتو خليك آقر بتقري وبتقيتو شون دلي شيخك إما غلطي كده ولا غلطي كده شي تدا إما مش غلطك مروف إن كاك غلطك إن طبيعية وريقنا تعصب مع النبي يعني لاي احنا فكان كبلي ابو حنيفه لو ذا غلطي كردوا لو يبتكوجيت متعصبي وايت ذا لو يبتكوجيت ولا ناو شافعي ما زبيش ذا متعصب من هي مذمومه ولا ناو منتسبي السنه ذا هم انا تعصبي هي مثلا بابلين بو ابن تيميه بابلين بو الباني يا بو مشايخي تر هيا رايك بوتا الباني مذهب شيخ الباني تشي فرمو بيت توا بشي وازل الى نادا إيكا كبو بو برابو آخر شغل باني وافرم كورا لا سر سرم شغل باني بلقي بيه إخوان أنت الكاو جوان بينيا أنت إيش بلقيان بيه برا أنت بلقيان بيه على سبيل المثال صيام يوم السبت لا تفردوا يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده إيه حبي غمرت فرم يوما بعده كاك يوما بعده شيا نا تشاو بنقيني وباس هذا بروجي يكشمه يوما بعده ما بستي روجي يكشمه بروجو كاك يوما بعده سبت بالله سبت الشيخ الباني اجتهادي شكر دولو دا ني بيكاوا قيستك ابراكم ني بيكاوا اسايا يعني متعصب من لو مسألة غلطه الشيخ ربيع ني بيكاوا لما مسألة دا اسايا زور اسايا ايما لديان مسألة ني بيشين كا زور بچوچين دوني اوانين اسايا نكتو تعصب بو ما مصداكتو بو شيخه كتبه كاك ناكري بلاي غلطي كردوا بو توزا تشاتر دزانيان او جاري اوي متعصبي مذاهب شتيك فيربون بيش يوازى بودنيه بلاي لو مسألة دا مذهبي شافعي غلط مذهبي حنفي غلط كاك تو ناس خو منسوخ دزاني راجح ومرجوح دزاني مجمل ومبين دزاني تو مكي ومدني دزاني تو نازانم ما تشي كاك ما مزعم بوبازة كاك حديثي شيء صريح وصحيح في غمره عليه الصلاة والسلام أم فتوى يا جوانيتي تواو أم فلسفة يا أو جاو قولي من دلهم قولي عالمك إمامك قولي خومني اجتهادي مني قبولي ناكن یک چیل نم سرد مذا کسانی که من لذین دو بوا تعصبی شافعیان پی قبول نیه، ابدا نابی امانا جمران متعصب مقلدی مذهبی چی فقین، یکا که خود متعصبی عالمی چی کناغه تپنجی شافعی. شیخ مقبل رحمتی خواجه وری لبه دی فرمون لو کان التقلید جائزا لما قلدنا الألبانية وابن باس وإنما قلدنا الشافعية وأحمد ومالك فرمون كتقليد روز بايا من تقليد مذكر ولا منك تقليدي ألباني بن باس كم لكات يقدا شيخ مقبل دي فرموك تلفون ده كم بو شيخ بن باس والله بس سماعك هل قريتو بلا نعم يكسر دي فرمو دستم دلرزي لهيبتي شيخ بن باس او ده شرمي لشيخ بن باس ذكر شيخ مقبل فرمو دستم دلرزي نازم چون جوابي دموا جوابي بن باس واش ده فرمه اگر تقليد روز با تقليدي بن باس شمنا ذكري ألباني شمنا ذكر اي شيء مذكر تقليدي شافعي چوك شافعي اعلم ترى إيكاك تو تقليد الشافعي بحرام دزاني. إجتهى تو أمتي إسلامي والدك أي مقلد ببو عالمك. لا تيج ده لمسائل جورا جورا. لمسائل كمان وتم فلان كافر ده يبلاي كافر أو تكفير يا كان. كور بابا خاطر موضوع أبو خاطر إخوة. نا إما دلين كافر ده يبلاي كافر. نلاي كافر تاو. خود كافر ده. أيو تريش كوت من فلان مبتدع ده يبلاي مبتدع. أجر وأنا لي خود مبتدعي وأجداد وأباد مبتدعة. نو نتيجته مبتدعة. أويلة تونزق بيته مبتدعة. أما دين دارينيا أما دين دارينيا وتقواني وعلم جنيا خواهي قوري هداتي ملايك ده دفرم إنه أخطأ السنة عبد الله كوري زبير إبرام أخطأ السنة چي تدا هلايكر هلايكر چان خوش هلايكر تواو أويك لاي إيما معصوم بسنة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام أوك تنازلي لناكل أما قولي هيج عالمك لا إيما عصمتي تداني غلطي كر غلطي كر لقرز من دبو عالمك مالك أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من قال يسر فيها بالقراءة ولا يطول السجود.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم ركع، ثم رأيناك كعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء، فقالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الله أكبر. من قال يسر فيها، أي بالقراءة، عندك لمجمل ينفر مديوات يجيشتون خوي النوي قرآن لأنه يجا كذا بالسرية شك بهز نكرا وبوش يوازا كلمة جهر و سجدكش كرت بو شك لكلمة سجود كذا نيفرمو هذا فرمي ثم سجد ثم انصرف نيفرمو سجد سجودا طويلا إما ظلن كليرة بهز نكرا لفرمو دكا انتر بهز كرا هم قرآنك بجهري خوين دراوا هم سجودكش هر چي بوا دريج بو عائشة رضي الله عنها فرمي چي فرمي قد سجدي وادريج من بردوا تمام أما أصلك يا إبراهيم حديثي مجمل دائما حمل ذكرته وسر حديثي شيء مفصل باشا كواتا راجح كامية قراءة جهرية وسجدش يا سجدش طويلة بابين شيء تربزين لم حديث داهية دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دواي نوجهك ودواي وتاركة وتيان أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت أي تأخرت أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيني ما لشويني خد دستت بوشتك برتو دواي قرأت ودواوا أما تشيبو هيتش ما نبيني لبردمت بيت كدستت بويد ريشكل فرمي صلاة والسلام إخوة يوري لسر بي فرمي من بهشتم بيني إخوة يوري بهشتو جهنمي نشان دام استا ولناو بهشت دا هشوتريك دستم بوي برد كا ليب كمو بيخوم اگر دستم پي گيشت با او تا دنيا ما وليتان دخوارت و طبعا قرايا و دواو نيتواني ليب خوا جاري لدنيا دا ناخوري دخوارني بهج ناخوري فرموي اگريشم نشاندرا دوزخم نشاندرا هیچ شتيكم نبيني و ترسناك تربي لو دوزخي كا نشانم درا بلام فرموی بینیم زور بی اهلی ناو دوزخ آفرتانن قالو بما یا رسول الله تیان بهوی چی ای پیغمبر خو علی صاص بوچی آفرتان زور بی اهلی دوزخن قال بکفرهن فرموی بهوی کفر کیا نوا و تیان بکفرهن بالله یکفرن بالله یعنی بی باوریان بخوا ای پیغمبر خو علی صاص فرموی نخیر نه یکفرن العشیر بباوريان برامبر خوانية بباوريان برامبر شاكي ميردكانيان هي خوي أصلي كفر يعني تغطية غطاء تغطية يعني دا بوشين كافر إيمان دا بوشي بلغكان دا بوشي حق دا بوشي نعمتكان إخوة دا بوشي كواتا دا كفراني ميرد شونا كفراني ميرد نعمتكاني ميرد وشاككاني ميرد دا بوشي فرمي لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله أجر يكسالي ريك شاكلة قال يشي شامكيت دعائي شتيشي لتو بيني بدلين أبو يكسر دلي ما رأيت منك خيرا قط حج خير من لتو نبيني لو رجوها تو ملايتو من لنا خوشي دام لدو زخ دام جيانم تالا
طبعا راستيش ناكا راس ناكا استا توريه بو يوقسي ذكا دوايكا هيدي بو سارد بو أري من شونن بو أري جيان شونن والله بيايو كتونيا والله جيان بس لقلتو خوشا أي سبحان الله تيشتر تشيد داود أي قدر إخوة أفرد أو طبعيتي إلا من رحم الله إلا من رحم الله طبعي أفرد وايا أي شون ما مالي لقلكين دبي ما مالي لقلكي بصبر براكم بتحمل ما مالي لقلكي نك أو قرن بو حماوي هستا وحماوش ينزو هل دستي أفرد عاطفين زي... لأيما زياتر لأيما بياو زياتر يكسر توش فول بيت وحماوة تستي ورد فعل بتقرين ها بغلطة أقر وابكي تكسيرها وكسرها طلاقها يكسر دبي طلاقي دي توا نا توزي خود بقرة توزي خود بقرة بزانة سار دبي توا وضعك دقوري بشيوازي چي زور باش فرموديك لسنة دكي دا ضعف هيا بلام علماء باسي دا كان يستأنس به بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل خزانة كاني لعام حجة الوداع على سفرة صفية لقل وعائشة لقل خزانة كاني باري صفية قرز دبي واشتركي بهوي أوه هواش دروات دواك وتويستا بلام باركي عائشة رضا إخوة قوري لبي سوكا واشتركي شي سريع ترى بيغمر كبيني عليه الصلاة والسلام فرمي صفية لدواء ويقافلة فرمي بوستن ورن او باري لسر وشتركي صفية دايقرن بخانة سر وشتري عائشة هي عائشة بخانة سر او بوي توازن دروز بيت چكو وشتركي عائشة خوي سريع ترى استا باركشي سوك ترى او يتر خوي هواش او باركشي قرسا عائشة توربو رضا اخوالي به فرمي اتزعمو انك رسول الله انتوا قمان اجدبي كتو بيغمري خواي بچي دلي ببيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي وهل تشكين في هذا قمانت لو هي عائشة دوباري كردوها فرمي أتزعموا أنك رسول الله يعني واقمان دبي بيغمبري خواي عدل يجني باش باركي من البخص تسريه أو بارك رزتنا أسر وشتركي من أبو بكر رضي خوالي بهاتو تربوا لي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي إنها الغيرة أي أبو بكر أما غيره قرتو يتي أستا غيره واتشاوي آفرد شويردكا ما ترى أسفل الوادي من أعلاه يعني تشاوي نابيني اما دولك كاك اما صدمه القوله مجلود ككيتي نابيني نابيني ايج نابيني افرد كوالي هات ايج نابيني بيغمبري خواب نتشو بلا ماريدا ليدا يا بلتو كافر بو يتورى بنا صبر دو ايدي تو هوش خويو طبيعي دي بيتو بلام ام صفه صفتي جي خطر وترسناك بو افرد كسبلبي قيناك افرد تورى بي بلام نابي افرد سبلبي بلام بر ميردكي من خير ملتو نبيني اما تاواني شي قوري بويا هو كاري الرئيسي چوني افرتان بودوزخ ام تاواني هو كاري رئيسيان ما رايت منك خيرا قط خير من تو نبيني وبيا وكيدله چك كافرتي جوابو بياو توشي بيزاري دبه طاقتي نامنه سوز عاطفي بو نامنه وعاقبش خراب دبه بلكاك يقل كم ما مصدق بس يمكن شان دقائق ما بين 6 دقائق 12 حديث يشتر باب خيونه حديث يشتر باب خيونه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: النعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وفي رواية: خطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. لا أدري يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: ف
فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أسماء كشي أبو بكر كخرش عائشة رضي أخوي قريان لبي ذا فرمي هاتما لا عائشة كاتك خرج رابو تما شامكر خلتي نوجد كان لمزجود وعائشة جوستا ونوجد كا تما خلتي تشي تي بوش نوجد كان لم كاتدا نني ورويا ن مغربا نعسرة نعيشة تشي ذا فرمي عائشة إشارتي بو أسمان كر وقالت سبحان الله فقلت آية وتمشي آياتك هاشتاق روي داوة أشارة النعم أو إشارة يعني بله قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء فلمن جوستام نوجك تشون كدرج بالخريج بوريموا أو مسرسري خوم ذاكرت دوايك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام تواب لنوجك حمد سباسي خواي قوري كردو ثو خطب وتاردا حمد خواي قوري كرد بويك شايستيتي فرمي أما بعد هيك تشتاقنيه كنم بيني به الا امره لم شواني كوستام تي دنيوجم كربينيم تا بهشتو جهنم يشم بيني ووحيم بوهات كاي ولناو قبر دا تعقيد كرينوا بتاقي كرنوي شي هاو شوي تاقي كرنوي دجال تاقي كرنوي دجال زور قرص اخوا فنا مندا ديت لولا وا بهران دبارين لولا وا زوي شين دكا لولا وا كس يك دكات دو بارشو دو زندوي دكاتوا يعني فتنه چې ګورې خلق پیپ خلطات بلې د فرمه لا ادري نازم کام یعنی وت هاو شوی فتنه دجال یا ګورتر او تاخیر نوې چونه لناو قبر دا پرسیار له هر یشګ له ایمه دکره ما علمك بهذا الرجل او پیاوی که هاتبو یعنی محمد عليه الصلاه والسلام زانیاری چی سبارد او چی له بارد زانی رئی چی لسر او طبعا جواب کی به جوړی عقیده دنیای ده به ده فرمي إنسان إيمان دار يا موقن ده الله محمد رسول الله إيو محمد إن الرابي خوابه ببينات هداب ومن هاد إيه مش إيمان من فيه أو شو يعني كوتين في دوت النم صالحة دي بباشي بخواب خود أما فائدة شيء زور جوري لم حديث سوري قرا زور كذا لواني بلد باش صدان صال هزاران صال لنا وقبر دابتنها إنسان شيء ذكى في دوت النم صالحة كلا تأخر نوكدر شوي فرشي بهشتت بورا دخري قبرت بو فراوان دكري جلي بهشتت لبر دكري درگاي بهشتت بو دكري تو شو انكي خود دبيني دلت پر خوش بو صدل صدل خوشي داي انجا پير دلن بخوا دزاني خويق لسر دل خوشي چنك گوريا چن خوشا اي اگر منافق بو او كسا پيانود او پياوي نرابو چي بو دلن نازانم بيستم خلچي شتي چندو مني جوت ماوا ذم التقليد اما عما بخلق چي بلن بيليتوا خواهی گوره آخر من خیر که یقین من فی ببخشه با ایمان و بمان جینه و با ایمان و بمان مرینه و زندو من کاته الحمدلله و صلی الله و سلم علی رسول الله